جدد الأقباط في عزبة فرجلة بالمنيا مطالب بالإفراج عن 9 أقباط بعزبة فرجلة بعد القبض عليهم وحبسهم، وذلك بعد مطالبهم بسرعة بناء كنيسة بالقرية وإصدار تصريح البناء بعد هدمها. المظاهرة اللي كانت موجودة كانت داخل المطرانية، ما كانتش في الشارع، وبالتالي لم تكن تجمهر أو أي مظاهرة عامة في شارع عمومي، كانت داخل المطرانية. لكن بالرغم من ذلك تم القبض عليهم وتم تمديد حبسهم وتم اتهامهم بالتجمهر وتهمة بتعريض السلم العام للخطر وارتكاب عمل إرهابي الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وأضافوا أيضا تهمة تدبير تجمهر يؤثر على السلطة العامة ويعني العديد من التهم ضدهم. معنا في هذا الشأن الدكتور عبد الله بشرى المحامي بالنقد، محامي المحبوسين الأقباط. مساء الخير يا فندم. مساء النور حضرتك. مساء النور، أهلا بحضرتك. تقول لنا إيه الوضع الآن بالنسبة للأقباط المحبوسين بعزبة فرجل؟ هو بس أنا عايز أقول إن التهمة الموجهة للمتهمين في القضية رقم 65 سنة 2021 حصر أمن الدولة العليا موجهة للشنودة طالب حسني والثمانية الآخرين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تقدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية. المتهمين التسعة محبوسين احتياطيا على ذمة القضية من 2/2/2022 وحتى الآن ما زالوا محبوسين حبس احتياطي. طبعا التهمة الموجهة للمتهمين لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، والقيد والوصف المسبوق على الواقعة لا يتناسب مع حقيقة الواقعة، لأن ما فيش جماعة إرهابية أصلا، ما فيش حد منضم لجماعة إرهابية ولا أذاع أخبار كاذبة ولا تقدير الأمن العام ولا تعدى على السلطات ولا تعطيل المصالح الحكومية ولا الدعوة ضد الشرطة ولا كل هذه التهم لا أساس لها من الصحة. المشكلة إن إحنا عندنا المتهمين محبوسين حبس احتياطي بيتجدد لهم 15 يوم كل مرة. هناك إخلال بضمانات وحقوق المحبوسين احتياطيا لعدم حضور محامي. الجلسة الوحيدة اللي حضر فيها محامي منتدب هي جلسة التحقيق الأولى، وحتى الآن لم نستطيع الحضور والدفاع عن المتهمين، بيعرض الأوراق فقط لا غير. لا يعرض المتهمين، لا يوجد دفاع، لا يوجد مرافعة. متهمين محبوسين احتياطيا وتجاوزوا في الحبس الاحتياطي أزود من شهرين وحتى الآن قيد الحبس الاحتياطي. مشكلة مبنى، وهذا المبنى حاصل على ترخيص رقم 21 سنة 2021 من الوحدة المحلية بالهد، مبنى حضانة ومبنى كنسي. تم هدم المبنى وحصلنا على الترخيص وما فيش مباني بقى، خلاص كده انتوا مالكوش حاجة، ما فيش كنيسة، ما فيش مبنى. كل اللي عملوه ان هم راحوا لسيدنا ان هم بيتضرروا من الفعل ده، ما خرجوش الشارع العام، لم يتم الالتحام مع المارة في الشارع، ولم تعطل المصالح الحكومية. الناس دول كانوا عند ابوهم، كانوا عند سيدنا بيشتكوا بيقولوا احنا عايزين كنيسة، عايزين مبنى يتبني. لا في بقى جماعة إرهابية ولا في إذاعة أخبار كاذبة ولا فيه تعدي ولا مقاومة ولا عنف ولا حمل سلاح ولا أي مظهر من مظاهر التي يتطلبها المشرع في الجريمة اللي أنا مقدم بيها. أنا مقدم بجريمة لها شروط، أن يكون هناك انضمام لجماعة إرهابية وأن يكون هناك تعدي بالعنف والقوة وأن يكون هناك حمل سلاح عشان أعاقب بالمادتين 2 و3 من القانون 10/94. ما فيش الكلام ده، مش موجود. كل الاحترام والتقدير لرجال الأمن، وإحنا معاهم ومع الدولة
وننحني احتراما وتقديرا لاقل عسكري في وزاره الداخليه لانه هم اخواتنا، وكل احترام وتقدير لنيابه امن الدوله العليا، ولكن انا بطالب وبستغيث بمعالي المستشار الوزير النائب العام، احنا لنا حقوق كمحبوسين حبسا احتياطيا، اقل حق من حقوق المحبوس حبسا احتياطيا ما نص عليه الدستور والقانون ان يكون لكل متهم في جنايه محامي. نتمكن من الحضور، نبدي دفاعنا، وننحني احتراما وتقديرا لقرار النيابه بالحبس او باخلاء السبيل بكفاله او بدون كفاله، لكن يتم حبسي ينتدب محامي ملوش علاقه بالدعوه، ما اعرفش حاجه عن الواقعه، واحنا نروح، ما فيش اي حق من حقوق الدفاع، ما فيش حضور اصلا، والمتهم لا يعرض اصلا، تعرض الاوراق فقط. فانا بأناشد واستغيث بمعالي الوزير النائب العام النظر في هذه القضيه والاطلاع عليها واصدار تعليمات وفقا للقانون، اننا نمكن من الدفاع عن هؤلاء المتهمين المصريين المظلومين المحبوسين بدون سند وبدون دليل مادي في الاوراق، اللهم الا تحريات لا تعبر الا عن راي مجرم. ايوه ده حقيقي، حضرتك ذكرت انه حتى في يوم نظر القضيه لا يعرضوا امام النيابه ولا يتم الاستماع الى اقوالهم او حتى حضور المحامين. تمام. ايوه يعني ده موقف غريب جدا، ويعني كل مره احنا بنسال بيقولوا لنا ان القضيه قضيه امن دوله. امن دوله. يعني واخد رقم حصر 65/21 حصر امن دوله عليا. ايوه شيء غريب يعني ان توجه مثل هذه التهم لمجرد ان هم طلبوا كنيسه بعد ما تجمعوا داخل المطرانيه. طبعا هي الواقعه القيد اللي انا والوصف اللي انا بحاكم به، او انا لسه ما رحتش مرحله المحاكمه ان شئنا الدقه في التعبير. التهم الموجهه للمتهمين لا تنطبق ولا تتوافق مع الوقائع نفسها، وقائع الدعوه، لابد ان تكون الوقائع منطبقه مع القيد والوصف. انا بحاكم بتهمه انضمام لجماعه ارهابيه واذاعه اخبار كاذبه من شانها تقدير الامن العام وإيقاع رعب بالناس والحق الضرر للمصلحه العامه واستخدام حساب على شبكه المعلومات الدوليه. فين الكلام ده؟ فين الدليل عليه؟ مجموعه اولاد، تسع اولاد رايحين لسيدنا بيقولوا له احنا عايزين كنيسه، احنا معانا ترخيص. لم يلتحموا بالمره في الشارع، لم يعطلوا الطريق العام، لم يتعدوا على المنشات الحكوميه، لم ينضموا الى جماعه ارهابيه على الاطلاق، ولم نسمع من قبل ان مسيحيا قبطيا انضم لجماعه ارهابيه على الاطلاق، وده مش سلوكنا. احنا ناس محبين للدوله، محبين لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستعدين للتضحيه بعمرنا من اجل هذه البلد ومن اجل رئيس الدوله الذي نكن له كل احترام وتقدير، اللي مش بينام عشان مصالحنا، نكن كل احترام وتقدير لرجال الشرطه ومصالحنا، ونحرص على اقل مصلحه في البلد في عينينا الاثنين، لكن لابد ان تراعى حقوقنا ابسط الحقوق، ان يكون لنا حقوق الدفاع، حق الدفاع مكفول بنص القانون وبنص الدستور، ندافع عن اولادنا ونتمكن من ابداء دفاعنا، ولا نتدخل على الاطلاق في قرارات النيابه العامه اساتذتنا ومعلمينا اللي بننحني لهم كل احترام وتقدير، ولكن بنستغيث واكرر نستغيث بمعالي المستشار النائب العام اللي ما رضوش هذا الوضع الزائد، ان احنا ما نترفعش وما نديش دفاعنا، نستغيث بسيادته وبعدله الموقر أن ينظر إلى هذه القضية ويطلع عليها ويصدر قرارات بشأنها بضرورة حضور المتهمين بشخصهم، تجديد الحبس وتمكين الدفاع من الحضور معهم وإبداء الدفاع وتقديم المستندات. أيوه يعني شيء غريب جدا مثل هذه التهم يتم توجيهها إليهم، وكمان أثناء التحقيقات ونظر قضيتهم لا يتمكنوا من الحضور بشخصهم أو حتى المحامين، السادة المحامين يحضروا هذه الجلسات، وكل ده لمطالبتهم بكنيسة. هل
كان سبق ليهم ان هم تقدموا قانونا وتبعوا الاجراءات القانونيه لبناء كنيسه او الحصول على تصريح؟ نعم، هم تقدموا لان هذا المبنى كان مبنى عباره عن حضانه ومبنى كنسي، والمبنى ده حصل ليه حريق في 2018 لسبب ما، وتم ازاله المبنى بموجب ترخيص رقم 21 سنه 2021 هد، والترخيص ثابت فيه الكلام ده، ثابت فيه ان هو هدم مبنى عباره عن دور ارضي واول علوي، وذلك عن تكاليف قدرها 17500 جنيه، واشير في التقرير الى انه ده عباره عن مبنى كنسي، وتم اتباع الاجراءات القانونيه المنصوص عليها في القانون. ايوه، حضرتك ذكرت عن هذا المبنى، وهل تم الكشف عن اسباب الحريق في المبنى القديم حتى الان؟ ما عنديش معلومات عن هذا الموضوع، لان احنا يعني منشغلين حاليا باولادنا المحروسين اللي اهاليهم في حاله حزن شديد جدا، وبيوت مظلمه. أيوة. ناس بتبكي، الرجاله بتبكي على اولادهم اللي اتخطفوا منهم في لحظه وفي غفله وبدون اسم ولا جرم ولا ذنب ارتكب. ايوه، كانت الكنيسه ايضا تدخلت في الموضوع. القمص داوود ناشد وكيل مطرانيه سمرلوط قال في حديثه للمبادره المصريه للحقوق الشخصيه ان التظاهره كانت سلميه وضمت حوالي 70 شخص من اهالي القريه ولم تتقدم خارج المطرانيه، واضاف ان المتظاهرين رددوا هتافات باعاده انشاء الكنيسه في العزبه، وتلقوا بالفعل وعود من جهاز الأمن الوطني ومن الداخلية بإعادة إنشاء هذه الكنيسة، والمطرانية نفسها تقدمت بطلب بعد تنفيذ قرار الإزالة لإعادة إنشاء الكنيسة، وهو ما تم الرد عليه بأن الموضوع يحتاج لمزيد من الوقت. يعني الكنيسة كمان متداخلة في الموضوع، لكن يعني بيوجد صمت وسلبية كبيرة من الجهات المسؤولة. أولا أنا لست متحدثا باسم الكنيسة، لكن أنا عايز أقول أنا بعترض على لفظ تظاهر، لأن أصلا ما كانش فيه تظاهر، لأن التظاهر ده له شروط، أن الناس تكون في الشارع وتلتحم بالمرة، وهذا غير متوافر على الإطلاق في الواقع. أيوة. فأنا بعترض على لفظ تظاهر ده. تمام. ثم إن حتى لو فرضنا جدلا أن هذا يسمى تظاهر داخل مبنى الكنيسة، دي جنحة، دي جنحة، ما هياش جناية، ومش هي التهمة الموجهة للمتهمين. التظاهر ليس جناية، ليس جناية، ولكنه جنحة، وقد تصل عقوبتها إلى حد الغرامة. ما ينفعش أحبس الناس احتياطيا على ذمتها. أيوة. وأوجه لهم تهمة انضمام لجماعة إرهابية، وحتى ما أعرفش يعني ما هو اسم هذه الجماعة الإرهابية التي انضمينا إليها، لا يوجد ما يفيد ذلك. الكنيسة لها دور، والكنيسة تقوم بدورها مما لا شك فيه بالنسبة لهذا الأمر، ولكن الأمر خارج عن إرادة الكنيسة، وفي يد العدالة وفي يد القضاء، الذي نكن له كل احترام وتقدير، وعلى ثقة أن القضاء سيتحرك وسيعطي لهؤلاء المحبوسين احتياطيا حقوقهم. ونناشد وزير العدل ونناشد السيد المستشار النائب العام بالتدخل واتخاذ اجراءات سريعه حرصا على هؤلاء المصريين. نرجو ذلك. متشكر جدا لحضرتك الدكتور عبد الله بشرى المحامي بالنقد. اسماء الاقباط المحبوسين حتى الان: منير سمير، منير ريمون، ممدوح ويليام، جيد سعد ذكري، ميلاد محروس، توفيق أبانوب، مجدي سمعان، جرجس سمير، جرجس شنودة، صليب حسني، مينا صليب حسني، ميلاد رضا، توفيق عياد، ودول اللي تم توجيه العديد من التهم القاسية والغير متوقعة والغير واقعية ضدهم، وحتى الآن محبوسين بقالهم شهرين، كل ده لمطالبتهم ببناء كنيسة علشان يقفوا فيها يصلوا. ما بيطلبوش بملهى ليلي، ما بيطلبوش بمركز تجمع شباب مثلا وممكن يطلع منه أفكار رديئة أو أفكار إرهابية ضد المجتمع،
والدولة، لكن دول ناس مسالمين كل هدفهم هو بناء كنيسة علشان أهل القرية يقدروا يقفوا ويصلوا فيها، لكن تم توجيه العديد من التهم القاسية ضدهم، واتهموهم بالاشتراك في تجمهر يعرض السلم العام للخطر وارتكاب عمل إرهابي الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وأضافوا تهمة تدبير تجمهر يؤثر على السلطة العامة لأحد المشاركين في هذه أو في هذا التجمع داخل مبنى المطرانية. يعني حاجة غريبة جدا، ولا يرحموا ولا يسيبوا رحمة ربنا تنزل، مفيش كنيسة، وهدوا القديمة اللي كان سبق الاعتداء عليها وحرقها، لكن لما جم علشان يبنوا كنيسة جديدة حبسوا أي واحد يطالب ببناء هذه الكنيسة. ده مثال صغير للعديد من قرى ونجوع في أقاليم مصر، سواء الصعيد أو في شمال مصر، وبيواجه الأقباط فيها نفس الصعوبة لمجرد التصريح لبناء كنيسة علشان يقفوا فيها ويصلوا.